فانا الحمد لله ربنا اكرمني اشتغلت سياسه شويه. فتره طويله جدا في الحياه العسكريه والمواقع، فتره في الحياه المدنيه عند المظبط حاجات كتير قوي في الواقع ده. لا جعل ظروف البلد كانت ده انت بتخترع حلول، ده يعني كلامك اختراع حلول. ده ادى بقى لحكايتنا ان انا بقى مربوعنا بتاع الحزب مش سياسي، احنا مش بتاع سياسه يعني ازاي تولد فكره الحزب وابتدى يبقى في حزب طلبه. طيب هقول لك والله ما اعرفش شيء مرتبط باللي فات يعني. انا هقول لك حاجه. انا يوم ما سبت المحافظه حاجه انا ما اعرفش انا صح ولا غلط، لكن على المستوى الشخصي انا كنت شايف انها صح، وقد يكون ناس كثيرين شافها. انا يوم ما سبت المحافظه وانا اقول لك الاسماء تعرض عليا رئاسه حزب الحريه قبل ما الدكتور صلاح صغير، وقعدنا مره واثنين وصبي جدي واللي هو حسن ومعتز وصلاح صلاح كل دول مره واثنين. انا رفضت، ده تركيبه مش صحيحه طبيعي. كمل انت، ده نشاطك يعني. رفضت ان انا اخرج من منصب حكومي او امسك حزب، اعتقدت ان فيها مغالاه مني شويه يعني، حفاظا على كل الاشياء الطيبه. طب رشح نفسك؟ لا مش هرشح. طب اعمل، انا بحكي مقدمه فكره الحزب. ففكره انك تبقى رئيس حزب في اول يوم، يعني انت داخل جاهز على حزب مكون بكوادره وكان منتظر ان يبقى ليه 10 كراسي. فلو انت كنت ويلنج انك تخرج من فكره التنفيذ لا انا بعيد كل الاسقاطات اللي ممكن تبقى، ده خرج النهارده من تنفيذي حزب خدوا رئيس حزب او تعين رئيس حزب. وانا بقول بالاسماء والاشخاص والصور موجوده وكل حاجه، وانا حضرت حتى بعد كده اعلان. وطب رشح نفسك؟ لا انت طبعا ساعتها كل الناس عارفاك، لو كتبت اسمك هنا وكان بيتنص على اي حته هتكسب. واحتفظت لنفسي بان انا بعدت عن هذه المنطقه طول الفتره. يعني اسهل لك وانت خارج تبقى رئيس حزب و انا بقول و او عضو نواب، وانت رفضت الاثنين دول عشان ما يبقاش فيها سوق تحكم. مش مستغل. في 2010 لغايه ما تمت الشيوخ ما كانش المقترح تبرع. الاداء اللي عارف في مصر وحالف الانزعاج، سميها الانزعاج، هي اللي تخليك تدخل ادرس الاهلي والزمالك الماتش وتروح تاخد السلم، هي اللي تخليهم وهم بيسرقوا حديد القضبان من 2004 تقوم انت في 2012 في بدايه 2012 تضرب عليهم النار وتمنعهم بالسرقه، هي اللي تخليك تعمل مهرجان السينما. ايوه نفس الاداء، انت ابن البلد، انت بتدور على استقرار البلد، انت بتفك احتقان، انت بتعمل عمل نبيل، عمل سامي، عمل وطني، عمل محترم. بتقول للناس طب انت خدت نفسك يعني هتاخد طب انا كنت وانا بضرب على السد بغادر مهما انا واخد الدنيا في صدري، يعني ما واحد فيهم يتخض يموتك، او تروح تاخد من ارض الاهلي واحد يضرب فيك بنبله يموتك، يعني بالك. فالموضوع تكراره هنا اللي بيحكمك فكره هذه الحاله. انا اعتمدته عمل وطني بامتياز، عمل نبيل بامتياز، عمل عندك كوادر لا ما عندكش، انت بتبتدئ من فرق كده انك تعمل قوائم، وبالتالي اي حد مد ايد المعونه سواء بغرض نبيل او بغرض غير نبيل ما كانش عندك وقت الفرز. انت عملت اربع قوائم واربع احتياط واربع زيهم موجودين عندنا واربع احتياط ظرف 20 يوم ودخلت بيهم، ويمكن السرعه دي اللي ما خلتنيش افكر في الفن، لان اعتقد ان كانت احد الحلول الممتازه انك تعمل فني قسم خير، ولا سيما ان ده كان مطلوب. قبل ورقنا وبعدين انتوا عارفين بقيه الحاجات، ولا لم اسمح لنفسي في يوم من الايام ان انا اقول تعليق سواء سلبي او ايجابي، غير ان انا خدت الاجراءات اللي هي المنوط بيا خدها قدام الناس اللي
وثقوا ان احنا هنتحرك. اه كنا في اختيارات موفقه، كان في مجموعه تكسب قرار كان بتاع، انما الخطا او اخر في ورقه او بتاع فالطايب بتطير، لان الفردي ما كانش سهل يطير، ده نقد ذاتي. لكن لما تيجي تفكر فيها من منظور مفيش كوادر حزبيه، في ناس استثمرت فينا كثيرين. يعني انت اي حد بيجيب ورق كان بيعمل حاجه من ورا ظهرك، اللي يقول لك اكتب نفسك في الحزب ده وتعالى. فهذا الاستثمار انت مش كنت ضاغط على صحتك، انت ضاغط على دماغك، يعني رافض انها تفقد التركيز في انك تنتج هذه البلد. العمل وطني بامتياز، عمل نبيل بامتياز، عمل شجاع بامتياز، عمل محترم بامتياز، واعتقد كان منوط بينا بعد كده ان احنا نكمل نعمل حزب. طب احنا عشان نعمل حزب عملنا ايه؟ رحنا قدمنا ورقه فلان من الاحزاب، احنا يا جماعه نعمل حزب، قال خلاص هي بتبقى الورقه دي ما بتطلعلكوش ورق اصلا. طيب احنا برضو شغالين بنفس الاسلوب، احنا في المره الاولانيه ما طلبناش حد ينضم لنا، اللي عايز ينضم يشرف ينور يساعدنا. بنحاول نختار يعني ناس يعني على قدر قدراتنا ان احنا نختار ناس تمثلنا بشكل محترم، ما يبقاش احنا بنعاني منه بعد كده. اعتقد ان التحركات والمقررات كلام منطقي جدا بالنسبه لدول. نقدر نكون حزب فاعل؟ نقدر نحصل على ثقه الناس، والتجربه بتاعت الطيران عملت كده في الاول، وعشان كده احتفظنا بالاسم. نحصل على ثقه.